الشيخ في حديث رغم أنف امرئ ذكرت عندهم ولم يصلي عليه فلم يصلي عليه رغم. والحديث الآخر من قال أخي صف فقد لغى، كيف نفرق الحديثين في صلاة خطبة الجمعة؟ أما الأول رغم أنف امرئ ذكرت عندهم فلم يصلي عليك، فقد أخذ به فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه. وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصف، وهذا خطاب للبشر والدعاء خطاب لله وليس للبشر. فالفرق بينهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقولك لصاحبك أنصت خطاب آدمي